محمد صلاح سعى للفوز بالكرة الذهبية وسأعمل على تحقيق ذلك. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. محمد صلاح سعى للفوز بالكرة الذهبية وسأعمل على تحقيق ذلك. لجأ نادي ليفربول الإنجليزي إلى خطة بديلة في ظل فشله في تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح الفترة الماضية، وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول في عام 2023، ولكنه لم يجدد عقده حتى الآن، رغم التقارير التي تحدثت في وقت سابق عن توصل الطرفين لاتفاق بشأن تجديد. صحيفة تليغراف البريطانية كشفت في تقرير لها الاثنين أن ليفربول قد يدرس بيع صلاح هذا العام بعد الفشل في تجديد عقده كي يتجنب رحيله مجانا عن النادي العام المقبل. وشدد التقرير على أن رحيل صلاح ليفربول سيجذب إليه أنظار العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، وارتبط اسم صلاح بالبارسا أكثر من ريال مدريد في الفترة الماضية بسبب رغبة النادي الكتالوني في ضم مهاجم من طراز الرفيع، بينما يركز الريال على ضم إما كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسية أو هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألمانية. بالإضافة إلى الثنائي الإسباني يوجد باريس سان جيرمان الفرنسية الذي قد يخسر نجمه كيليان مبابي هذا الصيف للريال، ومن ثم سيكون بحاجة لبديل على نفس المستوى. صلاح نجح مؤخرا في الفوز بجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز من رابط الكتاب الرياضيين بعدما سجل 22 هدفا وصنع 13 آخرين كأفضل هداف وصانع لاعب في البطولة الإنجليزية. يذكر أن صلاح توج بخمسة ألقاب مع ليفربول منذ انتقاله للفريق من روما عام 2017، أهمها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، وآخرها كأس الرابطة، بالإضافة إلى أن الفريق لا يزال لديه فرصة التتويج هذا الموسم.